أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك أقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا، وخذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا محجوبين بحسنا مفتونين بأنفسنا، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من أعلى الله ذكرك ورفع قدرك، يا من شرح الله صدرك، يا من زكاك ربك في صدرك فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاك في بصرك فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاك في عقلك فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاك كلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم. زانتك في الخلق العظيم فضائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة، بالحق من ملل الهدى ضراء. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك وعظم وشرف وكرم على الحبيب المحبوب الذي بالصلاة عليه ندرك المطلوب ونأمن المرغوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أيها الإخوة المؤمنون، ومن هذه الرحاب الطاهرة حيث شعائر صلاة الجمعة، أسأل الله في عليائه أن يمدنا بمدد الصالحين من عنده، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين قال فيهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. هيا بنا نستقبل ملائكة الرحمن مصداقا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ونعيش في رحاب أحلى كلام ينطقه اللسان، وفضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، قارئ جليل من قراء وعلماء وسفراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي كله، والذي سنستمع إلى فضيلته عبر موجات إذاعة القرآن الكريم في فجر يوم الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، من رحاب عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، يتفضل فضيلته يتلو علينا من آيات الذكر الحكيم وأبخل البخلاء من يسمع اسم النبي ولم يصلي عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون.
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى و
وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن الذين
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدنا علينا وعدنا علينا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأ Oh.
وَإِنْ
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن ترونها تذهل كل مرضعة
ترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء
أخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة أنفسكم فإن زلزلة الساعة شيء عظيم
اتقوا الله في بيوتكم فإن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله في أعراضكم فإن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله في أبصاركم فإن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله في قلوبكم فإن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله في أسماعكم فإن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله واجعلوه دائما وأبدا أمام أعينكم فإن زلزلة الساعة شيء عظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني الذي سنستمع إلى فضيلته عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في فجر الأحد القادم إن شاء الله من رحاب سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. خطيب جمعة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى هو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن جزر مقيم شعائر هذه الرحاب الطاهرة يرفع النداء من يوم الجمعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا حي على الصلاة